هيا 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 جاي طيري 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 ووو خفضت سرعتي. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بليس. اليوم جيتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبات جي تي اي 5. أتمنى أن يكون يومكم بخير يا شباب. أنا الحمد لله يومي بخير وعلى خير. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بتجربة مميزة، بما أن الفيديو السابق نجح وحقق أكثر من 100,000 مشاهدة، في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بمثل تلك التجربة، وهي تجربة مخفضات السرعة ضد الطائرات. نعم يا أصدقاء، لأننا في التجربة الأولى جربنا مضيفات السرعة ضد الطائرة الكبيرة جدا، ولكي نكتشف هل مضيفات السرعة تستطيع منع الطائرة من الوقوف أم لا، وتفاجأنا بأن فعلا مضيفات السرعة لا تستطيع منع الطائرة الكبيرة من الوقوف، ونستطيع الوقوف بدون أي مشاكل رغم أن هناك مضيفات للسرعة، لكن محرك الطائرة الكبيرة قوي جدا عليها ونستطيع الوقوف فوقها بدون أي مشاكل. ولمن لم يشاهد الفيديو أنصحك بأن تذهب إلى القناة وتشاهده، أو ستجده الآن سيظهر في الكارت، قم بالضغط عليها وشاهد ذلك الفيديو، بعدها عد إلى هذا الفيديو لكي تشاهده ونكتشف معا ماذا سيحدث للطائرات. هل ستتوقف بسبب مخفضات السرعة أم أنها ستستمر يا شباب في التحليق بدون أي مشاكل؟ وهي لكي ننطلق. ووو يا سلام، صراحة سيارة الصاروخ مميزة جدا، لذلك تعجبني. انتظروا سوف نرى، نبحث عن شارع جيد لكي نقوم بتنصيب فيه مخفضات السرعة. أوكي، سننصبها في هذا الشارع لأن هذا هو الشارع الرسمي لنزول الطائرات. وأعدت لكم يا أصدقاء، ما سنفعله الآن سنجرب أولا مخفضات السرعة ضد سيارات الصاروخ ونرى ماذا سيحدث، هل تستطيع الوقوف أم لا. هيا لكي نكتشف. سأجربها بدون استعمال لا صاروخ ولا أي شيء. نعم انخفضت سرعتي، وبطبيعة الحال إذا استعملت الصاروخ فأعتقد بأنني أستطيع المرور بدون أي مشاكل كما تلاحظون. لأن النيترو فهو يساعد كثيرا في تجاوز هذه الأشياء وهذه العراقيل. هل رأيتم؟ النيترو فهو يساعد، مخفضات السرعة تخفضني لكن النيترو فهو يساعدني لكي أمر بدون أي مشاكل. الآن سنقوم بتجريب الطائرات، هيا لكي ننطلق. سنجرب أولا هذه الطائرة الصغيرة الموجودة هنا، بعدها سنجرب طائرة أخرى، وهكذا حتى نصل إلى الطائرة الكبيرة. وكذلك يا شباب لا تنسوا قوموا بالضغط على زر لايك على الفيديو، وقوموا بنشره كذلك مع أصدقائكم لكي تكبر القناة. شكرا لكم، الحمد لله وصلنا إلى 100,000 صديق، عدد هائل صراحة، لم أكن أتخيل بأننا سنصل له بهذه السرعة، توقعاتي كانت خاطئة جدا. شكرا، وكل هذا بسببكم وبفضل الله سبحانه وتعالى. تحياتي لكم يا أصدقاء، شكرا على الدعم الرهيب جدا، بسببكم أستمر وأرفع هذه الفيديوهات يوميا، ولا أريد صراحة التوقف رغم أن عندي العديد والعديد من الأعمال، لكنني أريد دائما أن أسجل على الأقل فيديو وأرفع لكم كل يوم. هيا 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 نزلنا. واو واو، هيا 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 تحركي تحركي. نعم لا زالت تتحرك، انا لازلت ضاغط يا اصدقاء على زر الذهاب والمشي. ممتاز ممتاز، لم تتوقف، نجحنا، الطائرة الصغيرة لم تتوقف. هيا لكي نجرب الان طائرة اكبر، وعدت لكم مرة اخرى الان مع طائرة الفيسترا. هيا 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 لكي ننطلق. جيد سننزل الان، نحن نازلون. جيد 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 جيد. واو طائرة الفيسترا سريعة، انزلي. واو ووو وقفنا، لكن الآن سأستمر. انزلي. ووو ووو،
صراحة أوقفتنا يا شباب، أوقفتنا مخفضات السرعة في الهواء. جيد، لكننا استطعنا المرور رغم كل هذه الأشياء، رغم أن مخفضات السرعة أوقفتنا واستمرت في توقيفنا، لكن الحمد لله استطعنا المرور بدون أي مشاكل. لكن صراحة مخفضات السرعة فهي تؤثر على مثل هذه الطائرات الصغيرة. الآن سنحاول اكتشاف طائرة المسافرين الخصوصية، وهي هذه الطائرة الموجودة هناك بالأسود. سنحاول إن شاء الله اكتشافها ونجربها ضد مخفضات السرعة لكي نرى ماذا سيحدث، وبعدها سنجرب هذه الطائرة الكبيرة الخاصة بالمسافرين. هيا الآن لكي ندور، لأن صراحة يجب عليك أن تكون سائق لا بأس به في سياقة الطائرات لكي تستطيع النزول بدون أي مشاكل. أين هي الطريق؟ ها هي هي الأخيرة هنا. جيد علي تخفيض السرعة كثيرا. مشكل، لكنني سأنزل. نحن مميزون جدا في السياقة. Let's go. هيا لقد خفضت السرعة الآن. نعم، عندما أخفض السرعة فإن الطائرة ستتوقف، لكن إذا استمريت في الذهاب بوم لا توجد أي مشاكل. نعم، سرعتي تنخفض لكنها لا تتوقف. ممتاز. الآن سنجرب هذه الطائرة الكبيرة والعملاقة. أنا متشوق صراحة لتجربتها واكتشاف ماذا سيحدث. هل ستتوقف أم أنها ستستمر هي كذلك بالسير بدون أي مشاكل؟ لا أعلم، كل هذا سنكتشفه إن شاء الله الآن. جيد، واو، نحن الآن سنسوق الطائرة الكبيرة الخاصة بالمسافرين ونجرب الأمر. هيا لكي ننطلق. لن أقوم بقطع الفيديو لأن هذه هي اللحظة التاريخية، لذلك سنذهب ونطير. هيا يا أيتها الطائرة، سأطير وأعود وبعدها سنجرب الأمر. انتظروا، سنكتشف شيء. سأحاول المرور فوق مخفضات السرعة والطيران وأرى هل سأستطيع الطيران أم لا. هيا جيد، طيري. ووو خفضت سرعتي، لم أستطع الطيران، خفضت سرعتي. هيا سنكتشف الآن هل سأستطع الطيران أم لا. طيري. واو، سرعتي مخفضة لكن بدأت السرعة تزداد. هيا طيري، حلقي. أوه، انفجرت علي. واو، صراحة هذا اكتشاف مميز جدا، انخفضت سرعتي يا شباب. واو، صراحة كان علينا عمل اكتشاف، وهو هل ستستطيع الطائرة التحليق إذا أضفنا لها مخفضات السرعة، وليس هل ستتوقف الطائرة. عجيب جدا. هنا هو المطار. أوه، هنا يا شباب هذا القارب العملاق جدا، دمرناه في آخر مهمة وبقي مدمرا في لعبة GTA 5. هيا لكي نعود ونكتشف ماذا سيحدث. واو، صراحة عجيب جدا، مخفضات السرعة خفضت سرعتي ولم أستطع التحليق. جميل، هذه معلومة أضيفوها إلى رؤوسكم يا شباب. وأعدت لكم مرة أخرى، هذه المرة لا توجد لا مخفضات سرعة ولا أي شيء، أعتقد بأننا سنستطيع التحليق بدون أي مشاكل. نعم، كما تلاحظون بوم، حلقنا بدون أي مشاكل، لكن مخفضات السرعة أثرت كثيرا على مرحلة تحليق الطائرة. اقتربنا الآن من النزول. هيا يا شباب، سنكتشف الأمر، ماذا سيحدث مع الطائرة الكبيرة. جيد، لكنها صراحة ثقيلة كذلك في التحكم. واو، النزول الآن، مرحلة النزول. ممتاز، نزلنا. هيا، ماذا سيحدث؟ هل ستتوقف؟ أنا الآن ضاغط على زر السرعة. Let's go. واو، توقفت. لا، نعم، توقفت في لثواني معدودة، لكنها استطاعت المرور بدون أي مشاكل. تقريبا كما فعلت الطائرة السابقة فعلتها كذلك هذه الطائرة الكبيرة جدا. ممتاز صراحة، روعة. حسنا يا أصدقاء، سأقوم بإيقاف الفيديو هنا. إذا عجبكم فلا تنسوا الضغط على زر لايك. أنتظر ردودكم يا أصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.